بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي وجمهور النادي الأهلي في كل مكان، أهلا ومرحبا بحضراتكم معنا في حلقة جديدة من الأبطال. زي ما تعودنا مع بعض كل يوم حد وأربع بنكون من الساعة 8:30 من 8 ل 9:30 عشان نتناول أهم الأخبار اللي حصلت على الساحة الرياضية في الألعاب الأخرى داخل جدران النادي الأهلي محليا وأيضا عالميا. وحلقتنا الحقيقة بتبقى عبارة عن نصفين، النصف الأول مجموعة من الأخبار وبنجيب لحضراتكم آخر المستجدات على الساحة وتعليقنا عليها وبنطلعكم عليها بشكل يعني يمكن تفصيلي شويه. النص الثاني بيبقى معانا فقره حواريه، ودايما في برنامج الابطال احنا دايما بنجيب لكم الجديد، كل ما هو جديد وكل ما هو يعني يمكن بعيد عن الاضواء بنجيبه نحطه تحت الاضواء عشان حضراتكم تتعرفوا على الجهد المبذول في الالعاب الاخرى التي ترتقي في اوقات كتير جدا للجهد المبذول في كره القدم. يمكن في لعبه جديده ظهرت بقالها يعني فتره جوه مصر وبقى كثير من الشباب بيمارسها، وهي لعبه اسمها البدل. البدل هي عبارة عن لعبة مزيج من التنس الأرضي والإسكواش، وبالمناسبة احنا في اللعبتين مميزين جدا، والحقيقة في مصر عامة أو في مصر الطبيعة الجسمانية وجينات المصريين تلائم ألعاب المضرب سواء تنس الطاولة التنس الأرضي أو الإسكواش، فإذا هذه اللعبة هتناسب الشعب المصري بشكل كبير. اللعبة دي يمكن حتى لما كان معنا مصطفى عسل نجم يعني نجمنا العالمي في الإسكواش وتالت العالم في وقت فراغه بيروح يلعب اللعبة دي، بيقول احنا بيحب يلعب اللعبه دي وبيحب يمارسها. واللعبه دي الحقيقه موجوده جوه النادي الاهلي، عندنا ملاعب في مدينه نصر، ملاعب في اكتوبر، يعني اللعبه دي اصبحت بتنتشر. واعرفوا كده طالما النادي الاهلي بدا يهتم بهذه اللعبه هتنتشر بشكل كبير جدا جدا وهيقدم كوادر كبيره للمنتخبات. طيب اللعبه دي يعني بتنتشر في مصر بس؟ لا، اللعبه دي بتنتشر انتشار كبير على مستوى العالم، وبقى ليها بطوله عالم و من الألعاب المرشحة يعني إنها تبقى ليها شأن، وممكن في يوم من الأيام تخش ألعاب أولمبية. ما حدش عارف يعني مين قال إن ألعاب الأولمبية ما بقاش فيها الإسكواش، ومين قال إن في ألعاب أخرى مع كل الاحترام ليها تبقى جوه الألعاب الأولمبية، وهي الحقيقة مش بالقوة دي أو مش بالكفاءة دي، طيب أو مش بالجماهيرية دي. طب البدل دي إيه القصة؟ القصة إحنا عندنا اتحاد لهذه اللعبة برئاسة الكابتن أحمد الغتواري، ده رئيس الاتحاد، وعندنا منتخب رجال وسيدات، عندنا منتخب يعني بيلعب مباريات وبيلعب تصفيات وبيلعب في كل حته. مصر تقدمت بملف للاتحاد الدولي لاستضافه تصفيات كاس العالم في مصر. اللي تقدم بهذه او بهذا الملف دولتين، دوله الامارات الشقيقه ومصر. الاتحاد الاماراتي تقدم بملف لاستضافه التصفيات، والاتحاد المصري تقدم بملف لاستضافه هذه التصفيات. انا عايز اقول لكم شوفوا هنا الجمال، شوفوا الأشقاء والإخوة. إخواتنا في دولة الإمارات تنازلوا عن الاستضافة التصفيات لما لقوا مصر دولة لسه بتبتدي في هذه اللعبة وعايزة تاخد مكانها ووضعها الطبيعي. الإمارات أو الاتحاد الإماراتي تنازل عن استضافة التصفيات بل ودعم الملف المصري لاستضافة تصفيات كأس العالم. هنا يجي دور الأشقاء، دايما بنقول البلد الأولى والبلد الثانية، يعني لو حطينا الإمارات جنب مصر ما تعرفش مين البلد الأولى وبلد الثانية. طبعا كل الاحترام وكل التقدير وكل الشكر طبعا لأشقائنا في الإمارات، الاتحاد الإماراتي للبدل الحقيقة لهذا الموقف يعني المش غريب على دولة الإمارات ولا شعبها ولا أهلها. طيب الفكرة إن احنا إن شاء الله هنستضيف التصفيات، لينا فيها طبعا كلام كتير جدا، ايه الوضع، هل هنقدر نطلع بطوله عالم، مين الدول المشتركه، نظام التصفيات ايه، الكلام ده كتير جدا محتاجين نعرفه، محتاجين نعرف الساده المشاهدين ايه هي البدل. ممكن يتفرج علينا واحد دلوقتي في يوم من الايام يبقى بطل عالم يساهم انه يرفع اسم مصر، فاحنا لازم نجيب ما هو جديد ونحط الضوء عليه ونحط التفاصيل قدام حضراتكم وحضراتكم اللي تحكموا، لان في الاول والاخر هدفنا الرئيسي هو طبعا اسم مصر. هنروح لاخبارنا، يمكن هنبتدي دايما بكره اليد. كره اليد ما عندناش اخبار كتيره يعني، ولكن الخبر الرئيسي هو منتخب الشابات 2004 اللي بيلعب في مقدونيا دلوقتي بطوله العالم. الحقيقه عملوا ستارتنج فاجئ الجميع. منتخب مصر الحقيقه للناشئات 2004 استطاع في مباراته الاولى الفوز على كرواتيا، وهي احد المدارس الكبرى في كره اليد للسيدات. فازت بكام بناتنا؟ 33-31. وطبعا يعني ده كان ستارتنج كويس جدا، ومنذ لحظات فازوا على مقدونيا الشماليه، البطوله بتتلعب في مقدونيا الشماليه. منذ لحظات فازوا على يعني كان المباراه بتتلعب من شويه على كازاخستان فازوا 39-21. طيب مين اللعيبه اللي من النادي الاهلي او اللاعبات من النادي الاهلي بيلعبوا في المنتخب؟ عندنا اربعه، جهاد وياثرب
وملك احمد وشروق محمود. جهاد وياسرب حراس مرمى، وملك احمد باك ليفت، وشروق محمود بتلعب هاف. المنتخب هياخد راحه وهيلعب بعد كده مع الهند. طبعا لو ان شاء الله كسبنا الهند اسهل ماتش، ان شاء الله هنكسب الهند، يعني اسهل من كازاخستان واسهل من كرواتيا. يمكن ماتش كرواتيا هو كان عنق الزجاجه، وبفضل الله باحتمال كبير نتاهل اول هذه مجموعتنا، وده هيريحنا جدا 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 في الادوار اللي بعد كده. مش بعيد البنات يروحوا المكان بعيد. والحقيقه انا عايز اقول لكم على حاجه، لو تفتكروا احنا في برنامج الابطال طول عمرنا بالنادي اللي بقى لينا منتخب سيدات في كره اليد، وكنا بنطالب ان منتخب، طالما منتخب الرجال بيحقق كده 100% وانا مغمض، منتخب السيدات يقدر يحقق. هي جينات واحده واعداد واحد ولكن ما كانش في اتحادات بتيجي بتاخد الموضوع بهذه القوه. ولكن الاتحاد الحالي او اللجنه المؤقته لاداره الاتحاد الحاليه متبنيه الموضوع بقوه. كان قبل كده منتخب الناشئات بيشارك، دلوقتي الشابات بيشارك وبيعملوا ستارتنج قوي جدا، بيكسبوا على كرواتيا. نقدر نحافظ على هذا الجيل 2004، احنا بنتكلم في منتخب عمره 18 سنه، نقدر سنه او اثنين بقوا 20 يطعموا باللاعبات المحترفات لينا في اوروبا، اصبح عندنا قوام منتخب قوي جدا. وده الحقيقه اللي انا شايفه، كان دايما الاتحادات اللي قبل كده مقصره في ذلك. ده قول حق، لان انا فعلا اتمنى اشوف منتخب السيدات في كره اليد زي الرجال عندنا ونقدر. طب ليه نخسر ميداليه؟ احنا نقدر نجيبها، سواء في افريقيا سواء انجولا اقوى فريق مثلا، تونس نقدر نكسبهم. عندنا الفكر وعندنا الاستراتيجيه ازاي نعد منتخب، نقدر. بس المهم يبقى عندك الويلنج، عندك الرغبه كاتحاد. الف مبروك، ونتمنى ان شاء الله ان هم يفوزوا. بالمناسبه البطوله بتتلعب في الفتره من 20 يوليو اللي احنا فيه لغايه 10 اغسطس، يمكن البطوله وقتها طويل، يمكن دخل على 30 يوم. والمنتخبنا كان اتاهل، المنتخب ده اتاهل طبعا بعد ما فاز ببطوله افريقيا اللي اتعملت، انا اسف هي 10 ايام معلش بيبلغوني البطوله من 30 يوليو، انا اسف 30 ل 10 اغسطس. الفكره بقى اللي انا عايز اقولها لكم انه المنتخب ده بطل افريقيا، المنتخب ده فاز ببطوله افريقيا، اتلعبت في 26 فبراير لغايه 6 مارس اللي فات، يعني المنتخب متاهل عن جداره ببطوله افريقيا. طيب هنروح لمنتخب كره السله. منتخب كره السله هيلعب الويندو الثالثه في 26 27 28 اغسطس القادم. روي رانا مدير فني المنتخب استدعى 6 من النادي الاهلي، وبالمناسبه هو النادي الاهلي اكتر فريق تم استدعاء لاعبين منه، وده وضع طبيعي لانه بطل الدوري، يعني بطل الدوري والكاس والدوري المرتبط، هو النادي المحتكر بطولات في اخر موسم. عمرو الجندي، هاب امين، سيف سمير، عمر عزب، عمرو زهران، عبد الله ناصر، دول الستة اللي انضموا لمنتخب مصر. طيب المنتخب معسكر في برج العرب دلوقتي، وبكره هيسافر لجزر البهاما، هيلعب 3 ماتشات من ضمنهم ماتش بورتوريكو، بورتوريكو اللي بيلعب فيه محترفنا الجديد وولتر هودج. طبعا هيلعبوا الماتشات دي وبعد كده هيروحوا على تونس مباشره عشان نبتدي اولى مبارياتنا، وهي مباراه التاهل من وجهه نظري، وهي مباراه تونس يوم 26 اغسطس، وبعد كده هنلعب الكاميرون يوم 27، والماتش الاقوى على الاطلاق جنوب السودان. ايوه جنوب السودان اصبحت منتخب قوي، وهي بتتصدر المجموعه برصيد 12 نقطه، يجي بعدها مصر برصيد 11 نقطه، ويجي في المركز الثالث تونس. عشان كده بقول لكم ماتش التاهل هو مباراه تونس، المباراه الاولى، لان انت لو فزت على تونس في ارضها انت كده قضيت على املها في التاهل، واصبحت المنافسه، لان الاول والثاني بيتاهلوا مباشره الى كاس العالم، فانت كده بتقضي على امال تونس وتصبح انت في المركز الثاني، او يعني بتغرد منفردا، ويبقى انت وجنوب السودان بنسبه كبيره جدا اتاهلوا لكاس العالم. طيب وعايزين نتكلم عن، اروح لحته تانية، يعني يمكن اتكلمنا عن تصفيات كاس العالم، خلينا نتكلم على حته تانية، هو محترفنا وولتر هوج. انتوا عارفين طبعا النادي الاهلي اعلن منذ يومين مضى طبعا وولتر هوج، احد احسن ويعني المحترفين اللي جم مصر على الاطلاق، يمكن مش عايز ابالغ واقول ان هو احسنهم على الاطلاق، لان الحقيقه اللاعب ده في فتره ادائه او وجوده مع نادي الزمالك يعني كان بنسبه كبيره كان سبب رئيسي ان الزمالك يفوز ببطوله الدوري وايضا البال. ولكن وولتر من نوع اللعيبه المحترفه الملتزمه، يعني هو بيلعب في بورتوريكو دلوقتي مع بطل بورتوريكو ومحقق وارقامه عاليه جدا، يمكن ممكن في حلقه ما يعني ان شاء الله بس يوصل بالسلامه هفرد لحضراتكم ارقامه في البلاي اوف اللي بيلعب فيها بورتوريكو. دوري بورتوريكو دوري قوي، بالمناسبه الدوري هيخلص في شهر سبتمبر شهر 9، الدوري البورتوريكو يمكن هو ما اتاهلش للفاينل، فممكن هو فرقته خسرانه 3-1 في البلاي اوف ممكن يتاهل، لان هو بيلعبوا بيست اوف 7 مش زي مصر بيست اوف 5.
يعني ممكن بعد فترة أقل من اللي هي منتظرة يرجع لو لم يوفق فرقته مع فرقته يعني للوصول للمباراة النهائية. ولكن وولتر هودج من اللعيبة المميزين. أنا عايز أقف هنا شوية، يمكن هنا بتبان المرونة شوية مع مستر أجوستي بوش. يمكن مستر أجوستي بوش السنة اللي فاتت نجح أنه يحصل على 5 بطولات في وجود تومسون المحترف الأمريكي اللي كان موجود السنة اللي فاتت مع الفريق، والحقيقة كان في أصوات كتير بتنادي أن هو يعني يتم استبداله، ولكن اللاعب كان أزا تيم وورك كان ماشي كويس جدا وساهم بشكل كبير بالفوز. ولكن المرونة اللي عند مستر أجوستي هو دايما بيدور على الأحسن، اكتفى حتى الآن بولتر هودج. ولو فكرنا هنلاقي في 6 لعيبة في منتخب مصر، أنا قلت حضراتكم على أساميهم، وال6 لعيبة مش كبار يعني، عمرو الجندي، إيهاب أمين، سيف سمير، عمر عزب، عمرو زهران، عبد الله ناصر، احنا بنتكلم في لعيبة أوائل العشرينات يمكن باستثناء عمرو الجندي فقط، يمكن 29 سنة أو 30 سنة، ولكن كل يعني إذا فرقتنا صغيرة. طيب إيه الصفقات اللي مستر أجوستي بوش يعني، كنت اتكلمت مع كابتن أحمد الجرحي من يومين في النادي، يعني الصفقات اللي هو عايز يعني يقوم بيها هي الناشئين. هو بيفكر ان هو يعني ياخد او يستفاد بكل الناشئين. طبعا عندنا كريم حاتم، عندنا محمد طارق خيري، عندنا مؤمن طارق خيري، عندنا مجموعه من اللعيبه الناشئه طالعه يقدر يوظفهم يديهم الخبرات اللي طب ليه اروح ادور بره لما انا عندي لعيبه بالمستوى ده ولعيبه تقدر تبقى كويس. وهو يعني من المدربين اللي بتحط لونج تيرم بلان مستر أجوستي. وبالمناسبه في رئيس قطاع ناشئين وناشئات اسباني تولى المسؤوليه مستر داني، والحقيقه هو مسافر وجه القاهره مرن اللعيبه او مرن الفرق 4 5 ايام اتفرج على فرق الناشئين والناشئات، سافر اسبانيا ينهي بعض الاعمال ورجع تاني، هيرجع تاني بكره ان شاء الله يوم 1 اغسطس عشان يبتدي تمارين تاني يوم 2. اذا هيبقى في هارموني واحده، مدرسه واحده في النادي كله باسكت بول. اللي بيعمله النادي الاهلي ده الحقيقه يعني 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 حاجه اداريا جامده جدا، ان انت تبقى ماشي بنفس المدرسه، نفس السيستم، نفس النظام اللي بتاخده في الدرجه الاولى وبتاخده في ناشئين كمان 3 4 سنين، نلاقي عندنا طوفان من اللاعبين طالعين الدرجه الاولى. يبقى اذا النادي الاهلي بيبني هنا ل5 6 سنين قدام. معلش انا استطردت شويه في الباسكت بول، ولكن هو ده وضع الباسكت بالنسبه لمصر وبالنسبه للنادي الاهلي. طيب هنروح للكره الطائره رجال. يمكن الكره الطائره رجال الكابتن خالد العوضي اعلن طبعا بيوجه الشكر لطبعا نجم الفريق الاول للكره الطائره رجال والليبرو المخلص صاحب الاداء العالي محمد معوض. يمكن يعني خلاص اكتفى بالفتره اللي قضيها في النادي الاهلي، واكد ان اللاعب ده كابتن خالد العوضي مدير النشاط الرياضي اكد ان اللاعب كان نموذج مشرف للاعب المحترف اللي دايما بيحاول يساعد فرقته ومش بيبخل باي مجهود او اي عرق. واكد كمان ان معوض كان ليه دور كبير جدا في تحقيق البطولات خلال السنين اللي فاتت، ده حاجه يعني اكيد معوض مش محتاج كلام. محمد معوض مسيرته مع الماسترز كبيره وطويله استمرت لغايه 15 سنه مليانه بالبطولات. ونفتكروا محمد معوض السنه اللي فاتت عمل حادثه بالعربيه البطوله الدوري اللي فات لو تفتكروا، هو راجع من هليوبلس الشروق بعد مباراه هليوبلس ويعني العربيه يعني اتقلبت بيه وتعور يعني اصابات بسيطه الحمد لله رب العالمين. خد اسبوع راحه ولكن لقيناه بعد الاسبوع الحمد لله رب العالمين في الملعب، يعني لاعب من اللعيبه الرجاله عامل حادثه ويعني متعرض لاصابات ولكن بسرعه تمثل الشفاء وربط نفسه وجهز نفسه، وكابتن محمد مصالح يعني ميدو شاف ان هو جاهز يشارك. وبالمناسبه كان المباراه دي يعني كانت يعني مش مهمه ولكن هو شايف انه لازم يكون مع فريق الاهلي. طيب انا عايز اتكلم على الكره الطائره رجال. زي ما حضراتكم عارفين الناس بتنادي فين المحترفين فين المحترفين. يمكن المحترفين سمعنا طبعا في اخبار بتعاقد مع محترف لسه النادي الاهلي ما اعلنش، احنا بنعلن بعد ما النادي الاهلي يعلن، ولكن في لاعب من الطراز او من العيار الثقيل بيلعب في بطوله اوروبا وبيلعب في الدوري الايطالي احد ابرز اللاعبين هناك، وده باحتمال كبير جدا يكون مع فريق الماسترز ان شاء الله في مركز 4. الحقيقه ان السنه دي كابتن محمد مصالح ميدو مركز كويس قوي ان يكون يعني اجانب ومحترفين. يمكن كان في محترف قبل منه اتكلموا معاه من احدى الدول في المنطقه ولكن لم نوفق في استخدامه لامور خارجه عن اراده النادي الاهلي. اعزائي المشاهدين خلينا نطلع لفاصل ونرجع نكمل اخبارنا ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد. يمكن كنا بنتكلم قبل الفاصل عن يعني كره اليد والانجازات. طيب عشان اللي ما شفناش من اول الحلقه، انتوا عارفين طبعا النص التاني من حلقتنا هتبقى الفقره الحواريه. فقرتنا النهارده عن لعبه البدل. لعبه البدل هي لعبه مزيج ما بين التنس الارضي والاسكواش، واللعبه دي بدات في الانتشار على مستوى العالم بشكل كبير ولها اتحاد دولي وعندنا اتحاد مصري، والاتحاد المصري تقدم بملف لاستضافه تصفيات كاس العالم، وان شاء الله تلعب على ارض مصر بدايه من يوم 31/8 القادم. في الفقره الحواريه هيكون معانا رئيس الاتحاد الكابتن احمد الغتواري وكابتن احمد نظير
كابتن المنتخب. هنتكلم معاهم عن كل شيء ونتكلم عن حظوظنا وعن اللعبه وانتشارها وكيف يمارسها الشباب، خاصه ان انتشرت ملاعب ليها كثيره في مصر. يمكن النادي الاهلي زايد ومدينه نصر اصبح فيهم ملاعب للبدل، وهي لعبه شيقه جدا ومناسبه، هي بتتلعب اثنين قصاد اثنين، ما بتتلعبش فردي، بتتلعب زوج. هنعرف الكثير عن اللعبه دي وهنتكلم معاهم، واللي عايز يمارس اللعبه وعايز يتعلمها هيكون عندنا الكثير حوالين هذه اللعبه. هنروح ليه طبعا تنس الطاوله. تنس الطاوله من فتره كان بتلعب بطوله افريقيا للناشئين يعني الشباب والشباب، والحقيقه مصر هيمنت على الميداليات في هذه البطوله. منتخب مصر الوطني للشباب وناشئي تنس الطاوله هيمنوا على ميداليات بطوله افريقيا اللي اتلعبت في تونس في الفتره من 21 وحتى 27 يوليو اللي احنا فيه، وشارك فيها 11 دوله. منتخبنا حقق في البطوله 22 ميداليه، وكانوا 8 ذهب و9 فضه و5 برونز، فرق كبير عن اقرب ملاحقيه وهو المنتخب التونسي واللي حقق 18 ميداليه فقط. جم 3 ذهب وزيهم فضه و12 برونز، اما منتخب نيجيريا فجاي في المركز الثالث 7 ميداليات، 3 ذهب و2 فضه وزيهم برونز، اما منتخب الجزائر فجاي في المركز الرابع برصيد 5 برونزيات، وجي بعدهم منتخب المغرب برصيد 3 برونزيات، اما منتخب الكاميرون فجه في المركز السادس برصيد برونزيه واحده. الجميل في الخبر او جميل في بطوله افريقيا ان نجمتنا ونجمه النادي الاهلي هنا جوده استطاعت انها تاخد 4 ميداليات ذهب، 4 ميداليات ذهب في منافسات تحت 15 وتحت 19 وبالمفارقه بقى كمان والسيدات، يعني هي كسبت سيدات 19 15 في بطوله افريقيا ذهب، وذهبيه افريقيا للشابات تحت 19 سنه كمان، يعني كسبت 15 و19 والفريق الكبير او السيدات، وده انجاز كبير جدا في شهر 5. ويمكن عايز اقول لكم انه يعني هنا بتحطم ارقام نفسها، بسم الله ما شاء الله ربنا يحفظها. هنا لو مشت بهذا المعدل مش بعيد، بالعكس قريب جدا تبقى بطله عالم، خاصه ان هي في المركز ال 30 على او 33 على مستوى السيدات، وطبعا الاولى على مستوى الشابات. فطبعا في المستوى ده او يعني بالمعدل ده ان شاء الله نتمنى لها ان هي تتربع على عرش يعني التصنيف العالمي وتحقق حاجه لمصر، مصر تستحق وهي يعني مجتهده جدا جدا جدا. وطبعا مصر كالعاده في تنس الطاوله بيضم المنتخبات مجموعه كبيره جدا من اللعيبه في النادي الاهلي واللاعبات، ودايما النادي الاهلي عنده يعني وفره من اللاعبين واللاعبات اللي بيمد بيهم منتخب مصر، مش بس والمدربين وكل الكوادر. الحقيقه في تنس الطاوله النادي الاهلي مدرسه كبيره في تنس الطاوله. طيب هنروح للسلاح، السلاح الحقيقه لما كنا بنتكلم من حوالي اسبوع وكنا بنستضيف بطوله العالم ونجحنا او نجحت مصر الحقيقه في ابهار العالم بهذا التنظيم، وكنت قلت لحضراتكم الحقيقه تنظيم رائع، ويمكن يعني لما بتسمع بقى الكلام بيجي من بره غير لما احنا بنقول. امبارح وصل خطاب بتاريخ 29 اول امبارح 29/7 الى الاستاذ عبد المنعم الحسيني رئيس الاتحاد. هذا الخطاب قادم من رئيس الاتحاد الدولي للسلاح، بيشكر فيه الدوله المصريه والاتحاد المصري والقائمين على بطوله العالم اللي نظموها على التنظيم المبهر. الخطاب الحقيقه يعني بتاع يعني صفحه كامله كلها شكر وكلها يعني تغني بالبطوله والتنظيم وحسن التنظيم، لدرجه انه في اخر سطر بيقول ان كل، انا الحقيقه قريت الخطاب بس يعني مش كامل طبعا اقدر اعرضه لحضراتكم، اقول لحضراتكم اهم حاجه فيه، وهي دي الحقيقه، هي دي قوه مصر الناعمه، وهي دي اللي دايما بتتميز بيه مصر. ان هو قال ان كل من حضروا هذه البطوله، ده رئيس الاتحاد ايمانويل، قال ان كل من اتى الى هذه البطوله رجع بلاده وعنده الكثير من التجارب والذكريات الجميله عن القاهره بالتحديد وعن مصر. الحقيقه هي دي، هي ده هو او هو ده الهدف. والجميل بقى في السلاح انه مش بس انت بتعمل تنظيم بيبهر العالم، لا انت راجل بتنافس على ميداليه. النهارده السلاح بيتربع على التصنيف العالمي في الناشئين والشباب، مصر رقم واحد على مستوى العالم، يعني احنا ماشيين كويس. طبعا على المستوى الكبار الخامس، يعني انت ماشي جاي من بعيد جدا. فالسلاح من الاتحادات يعني اللي شغاله على المستوى الاداري 10 10، على المستوى الفني 10 10، ولو قعدنا اتكلمنا من هنا لغايه اخر الحلقه مش هندي هذا الاتحاد حقه والقائمين على هذه اللعبه حقهم. ونقدر نكون كده في كل الاتحادات. مجموعه من الشباب، استاذ عبد المنعم الحسيني رجل ليس بكبير في السن، يعني اوائل الاربعينات نص الاربعينات، رئيس الاتحاد طموح، عارف قيمه البلد، بيسعى انه يحطها دايما في المقدمه. يا رب هذه العدوى تنتشر بين الاتحادات، وهي حب مصر والشغل لمصر والتخطيط، ويبقى الهدف الاساسي هو وضع مصر قدام. طيب في خطاب تاني يمكن في الخبر انا قريته ما جاش، خطاب جه من رئيس اللجنه المنظمه في ميلانو. البطوله دي او بطوله العالم اللي جايه هتبقى في ميلانو السنه الجايه 2023 في شهر 7،
2023 هتتعمل في ميلانو، رئيس اللجنه المنظمه في الدوري البطوله اللي جايه، بطوله العالم اللي جايه، كان موجود في مصر، فبعت خطاب، والحقيقه المهندس او الاستاذ عبد المنعم الحسيني شيره كمان على صفحته الرسميه، وقال انه عايز يعني طبعا بيشكر الاستاذ عبد المنعم الحسيني وبيشكر الدوله المصريه على ابهاره في التنظيم البطوله، وبيقول انا عايز اقعد اتكلم معاكم ازاي انجح بطولتي، عايز استفاد من الخبرات المصريه. يا جماعه حطوا الكلام ده بين قوسين، بين قوسين، دوله عظمى في الرياضه زي ايطاليا وكوادرها بتطلب الاستعانه بالكوادر المصريه في تنظيم البطوله عشان تنجح، لانه مش عايز يعمل بطوله اقل ما اتعملت في مصر. انتوا بتخيلوا بطوله السلاح دي ما اتعملتش من ايام الملك فاروق في مصر، يعني بتتكلموا في بطوله بقالها 60 70 سنه ما جاتش مصر، لان ما كانش، انما دلوقتي انت بتعيش ازهى عصورك الحقيقه كبنيه تحتيه وكدعم من الدوله المصريه. الحقيقه انا كنت اتمنى اكون بلعب في هذا الدعم، كنت اتمنى اكون بلعب في الوقت اللي الاقي فيه ملاعب بالشكل ده، الاقي فيه مدينه اولمبيه بتتعمل في العاصمه الاداريه على اعلى مستوى. اللي احنا كنا بنشوفه بره بقى موجود في مصر، ناقص حاجه واحده بس، حاجه واحده، اشتغل اشتغل كاتحادات، اشتغل، اتعب، ابذل مجهود، خطط، اطلب دعم من الدوله، شارك الدوله معاك. عندك الدكتور اشرف صبحي ما بتاخرش اي حد معاه. عايز اشيد بحاجه في بطوله السلاح ايضا، الا وهي شركه برزنتيشن. شركه برزنتيشن الحقيقه والمهندس سيف الوزيري نجحوا بشكل كبير جدا في دعم البطوله دي، وخرجت بشكل كبير اعلاميا والميديا ونقل الماتشات بره كانت على اعلى مستوى. ونفس الكلام حصل مع الخماسي، وفي خبر الخماسي هنتكلم فيه في ان شاء الله في نهايه الاخبار بنفس الكلام، وهنقول برضو روعه التنظيم. إذن اتحاد السلاح، الاشاده عندما تاتي من الخارج احنا ممكن تبقى يعني شهادتنا مجروحه، يقول لك يا عم ده هيثم بيقول وبعيد. لا انا والله انا لو حاجه فعلا مش بالشكل ده مش هتكلم عنها، انما فعلا تنظيم مبهر السلاح الحقيقه. وخماسي الحديث نفس الكلام، لما دول عظمى في الرياضه بتقول لك انا عايز استعين بكوادرك، لما تبقى انت وصلت لمرحله ان رئيس الاتحاد الدولي بينتظر بطوله تيجي مصر عشان يجوا مصر. فانا عايز اقول لكم انتوا لازم تفخروا بده، ناقصنا حاجه واحده وهي الاتحادات تشتغل. مش عيب احنا نتعلم في دعم، اطلب اللي انت عايزه. اتحدى حد يقول ان الدوله المصريه مش، احنا بنلاقي شركات دلوقتي وطنيه مخلصه تدعم ابطال المنتخبات وابطال الالعاب الفرديه اللي ما كانوش بيلاقوا قبل كده دعم، شركات وسبونسرز، وفي دعم كبير جدا من الدوله ودعم من القطاع الخاص ودعم من هنا ومن هنا. انت في عصر اشتغل كلاعب، اجتهد كاتحاد، خطط، خلي شغل الانتخابات وشغل اللي زي ما بيقولوا اللي هو التنافس على المقاعد دي سيبها على جنب، مفيش مشكلة تنافس زي ما انت، بس خلي دايما هدفك هو منتخبات مصر واسم مصر. والله يا جماعة مصر تستحق، احنا دولة ال 110 مليون تستحق تبقى رقم واحد في المنطقة، يعني مش عايز اقول من اكبر الدول في العالم في الرياضة، عندنا كل حاجة، وده العصر الذهبي للرياضة صدقوني، بنية تحتية موجودة، دعم من الدولة. اطلب والله، حط خطة طموحة، ولا انا عايز احقق ميدالية مثلا في باريس ودي خطتي، وانا عايز 10 مليون جنيه من الدولة المصرية، هتاخد بس قدم واشتغل ويحس الناس او المسؤولين انت عايز فعلا تشتغل. طيب خلينا نروح بعد كده للخبر للكاراتيه برضو من الاتحادات اللي اتكتب عليها انها دايما تكون في المقدمه، مصر تعتلي صداره الترتيب العام في البطوله العربيه للكاراتيه. مصر احتلت المركز الاول وتصدرت الترتيب في البطوله العربيه للكاراتيه، واتلعبت على صاله رقم 2 بمجمع الصالات باستاد القاهره. مصر جت في الصداره برصيد 15 ميداليه، جم 7 ذهب و4 فضه وزيهم برونز، وجه طبعا ورانا المنتخب الاردني وحقق 12 ميداليه طبعا المنتخب الاردني الشقيق. بالبطوله حضرها طبعا ابراهيم القناس رئيس الاتحاد العربي، واشاد بتنظيمها برغم من ضيق الوقت، لان مصر اتجهزت لتنظيمها خلال 3 اسابيع فقط بعد انسحاب او اعتذار احد الدول العربيه الشقيقه على استضافتها. ولكن هنا برضو ارجع واقول لكم وتوقف على كل هذه الاخبار، النهارده مصر طالما عندك بنيه تحتيه تستضيف البطوله حتى لو قبلها ب3 اسابيع زي الكاراتيه. عندك بنيه تحتيه وملاعبك جاهزه في اي وقت. جاهزه للاستضافه في اي وقت. عندك العاصمه الاداريه وملاعبها، عندك الاستاد وملاعبه، عندك اسكندريه بملاعبها، عندك الجامعات بملاعبها، عندك بنيه تحتيه، وعندك شرم الشيخ، الغردقه، عندك قول زي ما انت عايز تقول. فاذا النهارده اتحاد الكاراتيه تم الاسناد البطوله ليه في 3 اسابيع نظمها، ومصر نجحت اداريا وفنيا وهو ده المطلوب. هنروح للمصارعه الرومانيه، المصارعه برضو من الاتحادات اللي دايما بنحطها بين قوسين، لان المصارعه من الرياضات اللي احنا يعني بنحط عليها امال كبيره في باريس 2024. عمر امين يتوج ببرونزيه بطوله العالم لناشئي المصارعه الرومانيه بروما. عمر امين لاعب المنتخب الوطني لناشئي المصارعه الرومانيه حقق الميداليه البرونزيه في منافسات وزن تحت 60 كيلو جرام في بطوله العالم،
ودي بتتلعب في ايطاليا من الفتره من 25 و 30 يوليو اللي احنا فيه. عمر بدأ مشواره بالفوز على بطل النمسا بنتيجه عدم التكافؤ بعد ما فاز عليه بنتيجه 9-0، وبعدين كسب لاعب اذربيجان بنتيجه 7-4، وفي دور 8 كسب بطل السويد بنتيجه 11-3. ما شاء الله نتائج كلها يعني اوفر سكور. وفي قبل النهائي خسر قدام لاعب فرنسا 12-5، اكيد دي رهبه، قله خبره مش قله مستوى. وبعدين كسب لاعب كيرغستان بنتيجه 7-2. عمر من اللعيبه المميزه واللي هتكون اسم كبير في عالم المصارعه الروماني في السنين اللي جايه باذن الله، لانه عنده موهبه بس محتاجه دعم طبعا والكثير من الاحتكاكات. صدقني خسرته من بطل فرنسا 12-5، صدقوني ده بيكون قله احتكاك وقله خبره. عمر لو خد الاحتكاك يعني ده لاعب احنا بنحط عليه الضوء. عمر امير، افتكروا الاسم ده سنتين ثلاثه وهنسمع عنه. المصارعه الروماني احنا لينا فيها يعني باع كبير، يعني عندنا فيها كرم جابر نجمنا الكبير، كرم جابر صاحب المدينتين الاولمبيتين، كرم جابر الابهر العالم، كرم جابر مش بس محمد ابراهيم كيشو، مش بس يعني كرم جابر نتكلم عنه، كرم جابر لعيب شكله شيك، شكله في ملعب حلو، يعني تتحب. انا واحد من الناس حببني اتفرج على المصارعه الروماني، يعني كرم جابر من اللعيبه احنا لينا طبيعه جسمانيه كده، مصارع رفع الاثقال السكواش، عندك الكاراتيه، التايكوندو، الالعاب القتاليه دي بتناسب الشعب المصري وتناسب جينات الشعب المصري. عشان كده تلاقي عندنا يعني في كل المجالات اللي محتاجه التحامات وقوه يعني هتلاقينا احنا رقم واحد. ليه؟ لان جيناتنا كده، جيناتنا وتركيبتنا كده. هو في دول عالم تلاقي جيناتها جايه على كره القدم، في دول عالم جيناتها جايه في السباحه مثلا. يعني انا نادرا لما الاقي سباح من اصحاب البشره السمراء، ما تجيش، بس الاقي لعيبه باسكت اصحاب البشره السمراء. ايه جينات الرياضه؟ وانت عندك قماشه بقى، شوف انت عايز ايه واللي يناسبك ايه. عشان كده اولياء الامور محتاجين يشوف اللعيب، يشوف ابنه ايه اللي يناسبه. البنت دي عندها جمباز، لا دي سباحه، لا ابني يلعب كاراتيه، لا ابني يلعب باسكت، ابني يلعب طايره. شوف جينات ابنك ايه، جيناتك بتدور على جينات ابنك، بص فيك انت، ما انت جينات ابنك واخدها منك ومن والدته ومن العيله. شوف جينات العيله، عيلتكم طوال يبقى خلاص يلا توكل على الله. اللعبه اللي محتاجه طوال، عيلتكم كلها ما شاء الله يعني بادي بيلدينج، خش على انت شوف جيناتك انت كاب، وانت هتعرف ابنك هيبقى جيناته او بنتك هتبقى جيناتها ايه. هي دي يمكن دي يعني بقولها بالبلدي، مش بنقول يعني بالعلم، ده علم على فكره، تحليل الجينات ده علم، ان انت تعرف ده هيطلع ايه وده هيطلع ايه، بس احنا بنقول حتى بالبلدي كده انت تقدر تعرف ابنك هيبقى او بنتك هيطلع شكلهم ايه. محمد فوزي وحبيب عميره يحصدين فضيه وبرونزيه بطوله العالم لناشئي التايكوندو، احد الالعاب النزاليه اللي عليها برضو امل كبير جدا ان شاء الله في طوكيو في باريس 2024. محمد فوزي وحبيب عميره لعيبه منتخبنا الوطني ناشئي التايكوندو حققوا ميداليه فضيه وميداليه برونزيه في بطوله العالم واللي بتتلعب في رومانيا في الفتره من 28 لحد 31 يوليو اللي احنا فيه. محمد فوزي جه حقق الميداليه الفضه في منافسات وزن 5 وفوق 65 كيلوغرام، اما حبيبه في منافسات وزن تحت 45 كيلوغرام. منتخبنا مشارك في البطوله دي ببعثه مكونه من 20 لاعب ولاعبه و10 لاعبين و10 لاعبات. الحقيقه التايكوندو طبعا وعلى راسهم يعني بطلنا الكبير واللي استضفناه هنا في قناه النادي الاهلي سيف عيسى، واللي صاحب الميداليه الاولمبيه، وبمناسبه سيف لي اخ لعيب كويس جدا، وتقريبا رامي عيسى، واسمعوا الاسم ده كويس قريب. فهم الحقيقه يعني زي ما الجندي في الخماسي اخوه اسمه ايه يا جماعه؟ محمد، احمد الجندي ومحمد الجندي، الاثنين اخين، بالنسبه للاثنين لعبوا فاينل وهنتكلم عليهم في الخبر اللي جاي، لعبوا فاينل في الخماسي. عشان كده بقول لكم جينات يا جماعه، جينات. النهارده سيف عيسى ورامي عيسى، ما تقوليش اصل هم لا كان باباهم بطل تايكوندو ولا كان حاجه، هم شافوا الجينات فيهم، فالولاد قروا القصه والاب والام قروا القصه فالولاد توجهوا صح. النهارده بنتكلم على احمد ومحمد الجندي في الخماسي، واحد واخد ميداليه طبعا ما شاء الله عليه اولمبيه فضيه، واحمد الجندي ومحمد رايح واخد ميداليه عالميه، ومحمد رايح في نفس الطريق. جينات، دور على جينات واللعبه المناسبه، واحنا هنكون ان شاء الله في حته ثانيه. هنروح للخماسي الحديث والحقيقه اللي كانت مصر تستضيف بطوله العالم على ارض يعني الاسكندريه في ملاعب الاكاديميه البحريه. مصر تحصد ذهبيه وفضيتين ببطوله العالم في الخماسي الحديث. مصر حققت 3 ميداليات، واحده ذهب واثنين فضه لغايه دلوقتي، و2
واللي بتتلعب على ملاعب الاكاديميه العربيه للعلوم والتكنولوجيا ونادي البحر في اسكندريه في الفتره من 24 ل 31 يوليو. النهارده اخر يوم والله اعلم ان شاء الله ممكن يكون في ميداليات النهارده. مصر حققت المركز الاول ميداليه ذهبيه في منافسات التتابع لفرق السيدات عن طريق هيدي عادل واميره انديل. واميره انديل كانت معانا هنا في حلقه من الحلقات، واخده على فكره قبل كده بطوله عالم، وهي من اللاعبات ان شاء الله اللي بننتظرها يعني ميداليه في باذن الله في باريس 2024. وكمان حققنا الفضه عن طريق احمد واسلام حامد لفرق الرجال. اما محمد الجندي هو اخو بطلنا الاولمبي احمد الجندي اللي كنت بتكلم عليه في الخبر السابق، حقق الميداليه الفضيه في منافسات فردي الرجال. ومصر عندها فرصه انها تزود رصيدها الميداليات عن طريق الزوج محمد الجندي وسلمى ايمن، واللي بيلعبوا منافسات الزوج المختلط دلوقتي. البطوله مشارك فيها 43 دوله وهي اقوى بطولات الموسم. وخلينا اقول لحضراتكم حاجه، احمد الجندي دي اول بطوله يشارك فيها بعد الاصابه الكبيره اللي جات له في كتفه، اللي قعد يتعالج فتره طويله جدا، يمكن لعنه الاصابات بتيجي بعد البطولات الكبيره او اللي انت تحقق فيها، ودايما يعني مش دايما بس بتبقى ليها احتمالات كبيره. جاله خلع في الكتف وخلص امبارح خامس، ولكن برافو عليه، نتيجه كويسه جدا بعد عوده من اصابه وعلاج طبيعي وتحدي كبير جدا. خلينا اقول لكم ان الخماسي وخمس العاب بتلعبهم مع بعض، السباحه، الجري، الفروسيه والرمي، والخمسه ايه تاني يا جماعه، الفروسيه تاني والسباحه والجري والسلاح والرمايه. انا بقول لكم دول الخمس العاب كلها طبعا محتاجه كتف قوي جدا. فالحقيقه احمد الجندي بيقول لك الف مليون الحمد لله على السلامه، مكسبك الحقيقي هو العوده، مكسبك الحقيقي هو العوده. والمكسب الحقيقي، المكسب الحقيقي للاعب لما يرجع من اصابته والعوده، والعوده بقوه المركز الخامس. والمكسب لاخوه محمد الجندي اللي شايفك مثل اعلى ليه. الحقيقه انتوا يعني ما شاء الله عليكم، يعني من اللعيبه المجتهده جدا جدا جدا، وما تعرفوش تهزروا، تمرين على تمرين على تمرين. الحقيقه كده نكون خلصنا اخبارنا المحليه. هنطلع لفاصل، بعد الفاصل هنتكلم عن رياضه البدل. زي ما قلت لحضراتكم رئيس الاتحاد وكابتن المنتخب هيكونوا معانا. تابعونا، اللعبه دي لعبه شيقه جدا ولعبه فيها الكثير، والمتاكد اللي هيتابعنا النهارده هينزل يمارس هذه اللعبه لانها شيقه جدا جدا، ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد، وزي ما وعدناكم قبل الفاصل هنتكلم عن لعبه البدل. لعبه البدل الحقيقه اللي بدات تنتشر بشكل كبير مش بس على مستوى مصر ولكن على مستوى العالم كمان، واحنا جزء من العالم. في البدايه برحب بالكابتن احمد الغتواري رئيس الاتحاد واللي منورني في الاستوديو. اهلا بيك يا كابتن احمد. اهلا بحضرتك، منورنا، وده يمكن اول لقاء لينا مع بعض. شرف لي، ربنا يخليك. شرف لينا يا كابتن، منور قناه النادي الاهلي. ومعانا طيب كمان الكابتن احمد نظير، كابتن منتخب مصر في البدل. اهلا بيك يا كابتن احمد. اهلا بحضرتك، منورنا في قناه الاهلي. خليك نور كابتن احمد. اجي لحضرتك، الناس عندها طبعا تشوق تعرف كتير عن اللعبه، خلينا نتكلم عن نشاتها. اللعبه نشات امتى وازاي في مصر؟ يعني هي في مصر يمكن بدات، طبعا اللعبه منتشره بره من فتره كبيره، يعني بدات في المكسيك سنه 1969 في الواقع بالصدفه، وبدات تنتشر على مستوى العالم في دول معينه. بدات تنتشر في مصر يمكن من 2014 2015 مجموعه شباب فكروا ان هم يجيبوا اللعبه من اسبانيا، ومن هنا طبعا هي لعبه مضرب، فشبيهه بالعاب مضرب تانية سواء تنس او سواء سكواش. فكان طبيعي ان الناس اللي عندها خلفيه الرياضات دي ان هم يبداوا يجربوها، وبدات مع الوقت تكبر شويه كده في مصر لحد ما خدت وضعها يعني اللي احنا شايفينه حاليا. طب نشاه الاتحاد، اي لعبه عايزين نعملها كيان لازم يبقى لها اتحاد. مظبوط. وهل نشاه الاتحاد ده كانت ازاي؟ وهل الاتحاد ده اتحاد اولمبي ولا لسه ما دخلش تحت مظله الاتحادات الاولمبيه؟ يعني تابع لمين؟ الاتحاد ده تم انشاؤه ازاي؟ وتابع لمين هنا في مصر؟ يعني تابع لاني هيئه؟ لا، هو طبعا اي اتحاد هو اتحاد رياضي تابع لوزاره الشباب والرياضه. احنا الفكره كلها ان احنا من يعني احنا علاقتنا كويسه بالاتحاد الدولي جدا، وهو الاتحاد الدولي طبعا اي اتحاد دولي بيبقى شايف ان مصر هي بوابه افريقيا. نعم. لانتشار اللعبه والوطن العربي عامه، فهم دايما كانوا مهتمين ان مصر يكون ليها دور في الاتحاد الدولي، فتواصلنا معاهم ومشينا في الاجراءات الطبيعيه طبعا بتاعت اشهار اي اتحاد. يعني اجراءات خدت وقتها، وطبعا بشكر جدا معالي الوزير الدكتور اشرف صبحي لانه بصراحه كان ليه دور الرئيسي في اشهار الاتحاد، وهو دايما بيدعم فكره الشباب وبيدعم ودي احنا بصراحه حسيناها معاه. والحمد لله اشهرنا الاتحاد في شهر 3 اللي فات واصبح اتحاد رياضي تابع طبعا وزاره الشباب والرياضه وتابع طبعا اللجنه الاولمبيه المصريه. يعني انتوا الاتحاد ده قريبا، يعني انتوا بقالكم سنه يعني خمس ست شهور. يعني اشتغلنا، يعني يمكن كان لنا برضو من ضمن الاتحادات اللي كان لنا الحمد لله نشاطات قويه، واحنا كنا فتره تحت التاسيس لحد ما استكملنا اوراقنا. بس هو مشهر بقرار يعني وزاري في شهر 3. طيب هو الاتحاد انشئ بالانتخابات ولا بالتعيين في البدايه؟ اصل احنا طبعا
بدايه الاتحاد اول مره ما اعرفش بتبقى انتخابات ولا بتبقى تعيين وبعد كده بيجرى انتخابات؟ لا انت بتعمل يعني الانديه اللي هي عندها النشاط او اللي عايزه تمارس النشاط بتعمل حاجه اسمها جمعيه عموميه تاسيسيه، بيتم فيها انتخاب ما بينهم شخص مسؤول عشان خاطر انتهاء الاجراءات لحين بقى ان شاء الله انتخابات الجمعيه العموميه. كم نادي بقى داخل معاك في الجمعيه التاسيسيه؟ سبعه انديه دول اللي شاركوا في الجمعيه العموميه للتاسيسيه. بالظبط كده. ممتاز، كلام جميل جدا. ونروح لكابتن احمد. كابتن احمد، يمكن لعبت اللعبه دي ازاي؟ هل انت كنت بتلعب تنس وبقى بتلعب سكواش؟ يعني كلمني عشان اكيد في ناس هتتفرج علينا وهتتعلم من تجربتك. هو انا لعيب تنس ومدرب تنس. ممتاز. كنت مدرب منتخب مصر التنس، ولعبت بالصدفه ناس اصحابي فتحوا ملاعب فكنت بجرب اللعبه من 5 6 سنين. والصراحه اللعبه بالنسبه لسني يعني فيزيكلي مش متطلبه مجهود جامد، مجهود زي التنس. كم سنه كابتن احمد؟ 39. ما شاء الله، بس يعني لسه برضه قادر تأدي طبعا. ولعبتها من 4 5 سنين، فلعبتها وانت عندك 34 سنه بالزبط. مثلا. بالظبط. فاللعبه مسليه جدا وفيها تقدر تلعبها لسنين قدام عشان انت بتلعب في نص ملعب بس. نعم. لعبه لطيفه الصراحه. طيب ولما ابتديت يعني ايه اللي جاب رجلك؟ ما هو انا لعبتها مره عجبني. انت راجل مدرب منتخب مصر في التنس الطاولي، في التنس الارضي، وكنت لاعب ومدرب، فاذا انت ليك كارير ماشي فيه. فايه اللي شدك عشان تعمل شيفتنج تروح لا ده انا العب بقى هنا؟ ان البطولات بتاعتها كانت شيقه وقادر تلعب بطولات كتير، واللعبه جريت بسرعه قوي، والحمد لله اخدت الليد فيها بدري ان انا ابتديت اكسب كتير، وكنت ما بش قادر العب في التنس اكتر، قادر امرن بس. فالصراحه ركزت شويه واتمرنت على اللعبه، واللعبه يعني جه كان في اسبان الحمد لله كسبناهم، كان في بطوله قريب وشارك فيها عدد كبير جدا. بالظبط. فشجعت الواحد انه يكمل في اللعبه. طيب قول لي يعني هل كل لاعب لعب تنس او لاعب مثلا سكواش، يمكن هم اكتر لعبتين قريبين من بعض، يمكن تنس الطاوله بعيد شويه عنها، ولكن احنا بنتكلم على الالعاب اللي هم مزيج ما بينها، يقدر يلعب اللعبه دي؟ يعني اي واحد كان اكس مثلا بطل سكواش او بطل تنس، يقدر يلعب تاني ويرجع تاني يلعب اللعبه دي؟ مش شرط، عشان هي لعبه مختلفه تماما، هي رياضه مختلفه تماما لما تخش جواها. يعني انا في التنس بقالي اكتر من حاجه 20 سنه، بس هي رياضه مختلفه بقوانين مختلفه بوقفات مختلفه. التنس ممكن يقدر يلعب بس مش كل لعيبه التنس. يديك باك جراوند، انما يديك باك جراوند بس اللعبه لعبه مختلفه تماما. مختلف. تمام. مختلف. مختلف. طيب قول لي انت شايف اللعبه بتنتشر؟ انت بقى على مستوى اللعب انت بتلعب مش شايف؟ اللعبه بتنتشر انتشار رهيب. رهيب يعني. النار في الهشيم فعلا. انا شايف كده يعني. انا عايز اقول لك انه يعني انا شايف من اكتر اللعبات اللي بتنتشر في العالم كله. مش في مصر بس. بس ده دليل انها لعبه شيقه فعلا. شيقه، ولعيبه كوره معتزله بره مصر فتحت ملاعب، زين الدين زيدان، ابراهيموفيتش. فاللعبه بتنتشر يعني زين الدين زيدان لاعب كرة القدم ومدرب ريال مدريد الشهير ولاعب منتخب فرنسا وكابتن منتخب فرنسا، فتح ملاعب بدل وبيلعبها؟ بيلعب بدل في مدريد. ومين تاني؟ ابراهيموفيتش عنده ملاعب في السويد. انا في اخر بطولة كانت موجودة في رولان جاروس، في ملاعب رولان جاروس، عملوا بطولة بادل طبعا اللي هو اكبر ملعب تنس في العالم، احنا كنا هناك وكان معانا زيدان في المقصورة الرئيسية. لا فيها شغف غير طبيعي من كل لعيبة العالم، يعني في مشاهير جدا بالنسبة لهم شغف، يمكن زي ما قال كابتن احمد ان هو اللعبة دي سهل ممارستها بس صعب اتقانها، يمكن هو كان قصده كده ان اي حد يخش يمارسها هينبسط فيها بس هتاخدها احتراف وتكسب بقى. اتقانها بقى يعني هتخش من اول يوم هتلاقي نفسك ان انت ايه ده انا مبسوط وبلعب وبرجع الكوره، انما اوصل بقى لمراحل الاتقان فنيات بقى فنيات لا لعبه فنياتها كتير يمكن تاخد وقت. بس حلو حلو جدا. طب خلينا نتكلم عن النشاط. يعني انا دلوقتي اللي بيتفرج علينا على الشاشه برضو بيقول لك انا هلعب لعبه، يعني انا اتشوقت على فكره، انا يعني ممكن تلاقوني رايح اشوف. يا ريت والله تيجي تنورنا. لا اروح ان شاء الله، بس انا عايز اعرف يعني النشاط ايه. انا دلوقتي لاعب عايز اخد السكه، خلينا نتكلم على مستوى الناشئين. تمام. انا لاعب او عندي 13 14 سنه وعايز اروح في الطريق ده، اعمل ايه؟ اروح لمين؟ طيب احنا النهارده بالنسبه لنا احنا هدفنا، يعني يمكن لما بدانا الاتحاد احنا كان هدفنا ان احنا يكون عندنا رؤيه معينه في الاتحاد ان احنا نحط مصر على الخريطه العالميه، يمكن الرؤيه بسيطه ان احنا
بسيط يعني ان احنا نقولها، ان احنا في خلال من 5 لـ7 سنين عايزين نشوف ناشئيننا في اعلى مستويات التصنيف العالمي. طبعا. احنا بنقول من 5 لـ7 سنين عشان خاطر احنا بنواجه الدول بقى لها سنين بتلعب اللعبه بالزبط. فطبيعي ان احنا نبدا نركز على الناشئين زي ما حضرتك قلت 12 و13 و14 بحيث ان هو كمان 5 أو 6 سنين الاقي لعيبه كبار بالظبط كده. فاحنا النهارده عملنا يمكن بروتوكول تعاون مع الاتحاد الدولي كاول برنامج ناشئين على مستوى افريقيا والشرق الاوسط، ان هو اسمه البرنامج دروت 1000 جونيورز او الطريق الى 1000 ناشئ. هو البرنامج مبني على ان هو يكون في مجموعه اكاديميات هيبدا من اول شهر 9 القادم ان شاء الله على مستوى الجمهوريه تابعين لبرنامج يخضع لمراقبه الاتحاد الدولي والاتحاد المصري بمدربين معتمدين. هيبقى فيها تدريب يعني اسبوعيا مرتين او ثلاثه حسب ما البرنامج هيتحط ان شاء الله، وبمسابقات شهريه. وفي اخر البرنامج هناخد احسن لعيبه من كل فئه عمريه تحت 12 14 16 18 عشان ان شاء الله يقضوا زي كده تدريب او معسكر في اسبانيا في احسن المعسكرات الدوليه، بحيث ان احنا هي دي بدايتنا في الناشئين. فهو البرنامج اسمه دروت 1000 جونيورز، ويمكن اي حد مهتم بالبادل شافه وشاف الفيديو اللي موجود عليه وموجود على الويب سايت بتاع الاتحاد وممكن يسجل فيه، وان شاء الله هنبدا فيه فورا من اول شهر 9 القادم. ممتاز. يعني تاني عشان الساده المشاهدين يتفرجوا علينا، احنا طبعا رئيس كابتن احمد رئيس الاتحاد على الموقع الرسمي في برنامج الطريق الى 1000 ناشئ، وده برنامج حطه الاتحاد الدولي بالتنسيق طبعا الاتحاد المصري عشان ينشر لعبه جوه مصر. بيسجل عدد الاكاديميات قد ايه يا كابتن؟ النهارده حاليا الاكاديميات المعتمده 8 اكاديميات على مستوى الجمهوريه. بتركزوا في القاهره واسكندريه ولا في الاقاليه؟ لا، في القاهره والاسكندريه حاليا. برضو بنحاول النهارده، في احنا بندور، المشكله ان احنا يعني شفت في ملعب في دمنهور بالظبط كده. بس هو الفكره كلها ان احنا طبعا عشان خاطر البرنامج يبقى تابع للاتحاد الدولي محتاج متطلبات معينه من ناحيه ملاعب، من ناحيه انفراستراكشر. احنا بنحاول نزود القصه دي كلها، واحنا ماشيين معاهم خطوه بخطوه بحيث ان احنا هدفنا ان احنا ننشر اللعبه وخصوصا مع الناشئين بطريقه صح. طب انتوا حاولتوا تتواصلوا مع يعني مسؤولين سيتي كلوب؟ يعني من احد الانديه دي انديه كبيره وبتنشر اللعبه وموجودين في كل اماكن في الجمهوريه، فهل تحاولتوا تتواصلوا معاهم؟ اتصور انه ممكن لعبه زي دي تنتشر لو حصل تعاون ما بينكم وبينها. طبعا، هو احنا النادي دوت بالتحديد ما تواصلناش معاه، بس احنا اكيد يمكن زي ما حضرتك شايف احنا اتحاد ناشئ، فاحنا بالظبط كده، فبنحاول ان احنا نتواصل مع الناس كلها، ودايما احنا بنقول ان احنا بابنا مفتوح، احنا موجودين هنا عشان نحاول نخدم اللعبه بطريقه كويسه. فاكيد ان شاء الله كل الخطوات دي جايه في المستقبل. يعني اللاعب يخش اولي الامر يسجل لابنه على موقع الاتحاد ويبتدي ينتظم يشوف الاكاديميه اللي هيقدم فيها ايه، وبعد كده بيبتدي ينتظم في تدريبات، وبعد كده تنتقوا احسن مجموعه من اللاعبين واللاعبات وهتسافروا بيهم اسبانيا في معسكر اعداد او تعليم بقى الفنيات بشكل اكبر. بالظبط. صحيح. ودول برضو اهم حاجه ان هو دوت ان شاء الله هيكون القوام لاختيار منتخب مصر للناشئين يمثلنا في كاس العالم 2023 للناشئين. برافو برافو. طب كابتن احمد، يمكن حضرتك كابتن منتخب مصر، هل شاركت الفترة اللي فاتت في بطولات دولية باسم المنتخب؟ يعني كلمني عن الهيستوري لمنتخب مصر. الصراحة الفترة اللي فاتت كان في بطولات دولية، كذا بطولة دولية هنا في مصر. احنا نعتبر من البلاد اللي من اكتر البلاد اللي في العالم اللي عملت بطولات دولية السنة دي. كم بطولة عملناها يا كابتن؟ احنا لحد دلوقتي 1 2 3 4 اربع بطولات دولية اتعملت، منتخب مصر شارك فيهم كلهم. شاركنا فيهم، وصراحة الاتحاد من أول لما أشهر جاب لنا مدرب أرجنتيني المساعد. دخل جامد قوي يا كابتن. اه من بنحاول مدربين أجانب بقى وشغل من الأول كده ما شاء الله. هو ده الشغل. لازم تبقى اتحاد طموح. أنا لسه كنت بتكلم والله، اتحادات طموحة، عايز تحط مصر قدام هتحط مصر قدام. طب اتفضل يا كابتن. مدرب أرجنتيني، راجل واخد كأس عالم للرواد 40 سنة، حصل على كاس العالم، راجل بروفيشنال جدا، بنتمرن 5 أيام في الاسبوع. فين بقى بتمرنوا؟ فين بنتمرن؟ في كل حته في مصر. يعني مفيش مكان ما بنتمرنش فيه، بنلف يعني عشان النادي الاهلي عنده ملاعب، صح؟ عنده ملعب فين؟ في مدينه نصر، وملعب في الشيخ زايد، حاجه زي كده. مظبوط. احنا بنحاول نبقى المنتخب متواجد في كذا مكان عشان برضو الناس تنشر اللعبه والناس تشوف المنتخب في كذا حته. كام لاعب في المنتخب انت يا كابتن؟ احنا اول تصفيه كنا 27 لعيب، وبعد كده تاني تصفيه بقينا 12، واخر تصفيه اللي هيتصفوا ان شاء الله هيبقوا 8، ودي اللي هتتعلن في خلال 3 4 ايام ان شاء الله. طيب تصفيات كاس العالم اللي جاي ان شاء الله يوم 31 باذن الله، شايف احنا نقدر على المستوى انت كلاعب بقى كابتن منتخب مصر؟ شايف؟ معلش انا بس كابتن محمود الخطيب هنا، دي طبعا لقطات ارشيفيه وهو بيتفتح الملعب البدل في مدينه نصر،
يعني النادي الاهلي تبنى اللعبه دي، وعايز اقول لك يعني يطمنك ترام النادي الاهلي ان شاء الله تبناها، فهتلاقي شغل تمام طبعا. هتصدقني طبعا هتلاقي دعم جامد جدا. النادي الاهلي يعني بيخرج كوادر وبيشتغل على الحته دي زي الكاراتيه زي غيره زي غيره، هتلاقي شغل كويس اكيد طبعا. فالحته اللي بقولها لحضرتك ان انت على المستوى الفني طبعا تابعت المنتخبات الثانيه، اتفرجت من خلال البطولات الدوليه اتعملت الاربعه في مصر، انت شايف ان احنا على المستوى الدولي ممكن نحقق حاجه؟ والله يعني عندنا ان شاء الله فرصه كبيره ان احنا نتاهل كاس العالم ان شاء الله في قطر. المنتخبات الموجوده كلها ناشئه زينا، ما فيش منتخب بقاله سنين كبيره بيلعب، فالموضوع قريب مش بعيد. وربنا يسهل، نتمنى البطوله على ارضنا، الاجواء الحر مع التعود احنا متعودين نلعب في الاجواء دي ان شاء الله، يعني التوفيق بقى معانا ان شاء الله، يعني يتولد منتخبنا كبيرا زي ما بيقولوا ان شاء الله باذن الله ان شاء الله. وزي ما بنشوف على الشاشه اعزائي المشاهدين ده ملعب البدل اهو ورا كابتن محمود الخطيب، وده في افتتاحه في اهل مدينه نصر، كان ساعتها وراه كابتن رؤوف عبد القادر مدير النشاط الرياضي في ذلك الحين. وبدل اهو بدل تنس كورت، ملعب او ملاعب البدل او لعبه البدل اسمها بدل تنس. طب كابتن خلينا نتكلم عن تصفيات كاس العالم. تمام. حضرتك تقدمت بملف مظبوط مدعوم من الدوله المصريه ممثله طبعا في معالي الوزير الدكتور اشرف صبحي، وتقدمت دوله الامارات الشقيقه بملف ايضا لاستضافه تصفيات كاس العالم، وعرفنا بعد كده ان تنازلت دوله الامارات الشقيقه ممثله في الاتحاد لصالح الملف المصري للتنظيم. كلمنا على التجربه دي ودور الاشقاء في دعم الملف المصري لاستضافه تصفيات كاس العالم. تمام. انا من ساعه ما طبعا ما بدانا في حته اللي احنا اشرنا الاتحاد، ويمكن احنا يمكن مجموعه شباب كلنا مع بعض في الاتحاد، واحنا حاطين يمكن فكره في دماغنا او رؤيه ان احنا عايزين نضع مصر في المكانه الطبيعيه بتاعتها، لان دوت حلم اي شاب ان هو يرفع علم بلده، وخصوصا يمكن احنا المصريين معروفين عنا بارتباطنا جدا بوطننا وارتباطنا بمصر يعني طبعا. فاحنا كنا زي ما كان بيقول الكابتن احمد ان احنا السنه دي الحمد لله كنا مستضيفين 8 بطولات دوليه، يمكن رابع اكثر بلد في العالم عندها بطولات دوليه، عشان ندي فرصه للاحتكاك للعيبه المصريين، والاتحاد الدولي حاسس بينا وبقيه الاتحادات الدوليه طبعا الدوليه حاسه بينا. فلما عرفت ان على طول ان الامارات كانت متقدمه بملف، تواصلت مع الاتحاد الاماراتي، وهم كلهم اشقاء عرب، ويمكن الحمد لله علاقتنا جميله بكل الاشقاء العرب اللي موجودين في الاتحاد الدولي، وفهمتهم الموقف اللي موجود حاليا في مصر، وان احنا بالنسبه لنا بنحاول ننشر اللعبه، وان اكيد مصر محتاجه دعم الناس كلها حاليا. فهم بصراحه نظرا لعلاقتنا الجميله اللي بقى لها فتره طبعا. هم كانوا منظمين قبل كده تصفيات، فقالوا لنا العكس، احنا نحب دايما ان احنا ندعم بعض. وانا اظن ان مصر والامارات بالذات يمكن من الدول العربيه ان احنا بنحس ان احنا واحد، يعني ما تعرفش مين الاول مين البلد الاولى ومين البلد الثانيه. دي حاجه حقيقه فعلا، يمكن مع الاخوه هناك الاماراتيه حتى في كل المجالات مش بس في المجال الرياضي، بنحس ان احنا دايما واحد. فحاجه جميله. ده اللوجو بتاع البطوله، مش اللوجو ده البروشور بتاع البطوله، ده البوست اللي نزل من الاتحاد الدولي. اللي هم عدد الدول المشاركين بالظبط. عدد الدول كام دوله اللي هتشارك؟ سبع دول مشاركه. مصر، الامارات، ايران، السنغال، اليابان، استراليا، تايلاند. دول السبع دول المشاركه ان شاء الله. بالظبط. طيب استضفناها. طيب دي اللي بيطلع كام فرقه منهم او كام فرقه؟ واحده. فرقه واحده. فريق. طب في كام تصفيات على يعني من دول بيتعملوا على مستوى العالم؟ ثلاث تصفيات كزونز مقسمين العالم كمناطق. دي المنطقه بتاعتنا الميدل ايست، انا شايف كل الدول جايه من الميدل ايست. افريقيا واسيا. افريقيا واسيا دي التصفيات بتاعتها اللي عندنا. بالظبط. في قارتين تانيين في مكان وقارتين تانيين في مكان. اوروبا لوحدها عشان هي اكبر عدد دول في الاتحاد الدولي. وبعد كده الامريكا الشماليه والجنوبيه. تمام. مع بعض. طيب خلينا نتكلم عن يعني استضافه طبعا الاتحاد الدولي دعمك، خلينا نتكلم عن الميزانيه. الميزانيه بتاعتك انت اتحاد اكيد عندك ميزانيه، لازم يبقى عندك موارد، عندك بادجت بتحط منها. بتجيب ميزانيتك منين؟ بتجيب فلوسك منين؟ ده يمكن كان من السؤال ده طبعا. يعني طبعا انا معلش لازم اساله، كانت قرارات الاتحاد لان هي دي الاساس طبعا. لا واحنا اول ما طبعا اشتغلنا في الاول خالص طبعا كان هدفنا ان احنا نحصل على مجموعه من الرعاه. مش عارف لو احنا مسموح ان احنا لا اسامي لا بس قول عدد عدد رعاه الحمد لله قدرنا نحصل عليهم.
رعاه للمنتخب ورعاه للاتحاد. ممتاز. احنا عندنا يمكن طبعا رؤيه معينه طبعا بصراحه وزاره الشباب والرياضه ومتمثله في معالي وزير الدكتور اشرف صبحي عمرهم ما طلبوا مننا، هم العكس، هم كانوا عايزين يعني دايما موفرين الدعم طبعًا طبعًا. بس احنا عندنا فكره معينه ان احنا شايفين ان الاتحاد لازم يكون بيقوم بصرف على نفسه، ان هو معتمد على نفسه بالظبط كده بالظبط. فالحمد لله نجحنا ان احنا نوفر البادجت بتاع البطوله دي من خلال رعاه للاتحاد وللمنتخب. ويمكن دي برضو زي ما قلت لحضرتك من ضمن رؤيتنا ان احنا نجاح كبير جدا للاتحاد بصراحه، ما خدش مليم من الدوله والله يعني انا بس انا يعني الحمد لله ان شاء الله باذن الله يعني نفضل مستمرين. انا خدت بادجت بس انت اشتغلت يعني واحنا الحمد لله لحد النهارده بصراحه ما طلبناش اي دعم للبطوله دي، بس تاني بكرر العكس، هم كانوا الوزاره كانت طالبه ان احنا نطلب منهم عايزين ايه، ولكن احنا دي تجربه بالنسبه لنا وتجربه لمجموعه شباب بنحاول ان احنا نقول ان احنا نقدر ان احنا نعتمد على نفسنا. فهو بصراحه ليس نوع من التاخير من وزاره الشباب، ولكن هو يمكن فكره عندنا احنا عايزين بالظبط كده كده تبتدوا كبار تبتدوا عندكم فكره بالظبط صحيح. طيب اعزائي المشاهدين خلينا نطلع لفاصل، لسه عندنا كلام عن البدل وعن مستقبلها وعن بطولاتها اللي هنا، ويمكن عدد كبير من الناس اول مره يسمعوا الكلام اللي احنا بنقوله ده، واستنونا بعد الفاصل عندنا الكثير والكثير، ما تروحوش بعيد. اهلا بحضراتكم من جديد ومكملين حوارنا وكلامنا عن البادل. وخلي بالكم لعبه بتنتشر انتشار كبير، وانا متاكد ان اي حد هيمارسها هيحبها جدا، خاصه لمشاهير كبيره جدا بتمارسها في العالم كله. كابتن احمد كابتن منتخب يعني اجل حضرتك، اكيد في مواصفات للعب بحكم ان انت مارستها، هتقول والله لا لو اطول شويه من كده، لو اقصر شويه من كده، لو عنده اطرافه، لو سرعته، لو البدني، لو الذهني، ايه المواصفات انت شايفها مهمه عشان يلعب البدني؟ هي لعبه في الاساس هي لعبه زوجيه، يعني معتمده على التفاهم بينك وبين زميلك، فمحتاجه ان انت تكون قادر تتحكم في اعصابك وقادر توجه زميلك بطريقه محترمه، وفي نفس الوقت قادرين تحطوا خطط مع بعض وبتتحركوا مع بعض بتناغم شويه. صح كويس. دي حاجه. تاني حاجه هي محتاجه ان انت يبقى عندك اجيليتي شويه، ان انت بتعرف تغير اتجاهاتك، عشان هي اللعبه فيها تغيير اتجاهات سريع كتير. تشينج دايركشنز جامد جدا. بالظبط. هي عشان في تغيير اتجاهات مع الازاز وان انت بتجري لقدام وبتتحرك للجناب، فهي تغيير اتجاهات عنيفه شويه. طب دي تغيير الاتجاهات، خلينا في النقطه دي بالذات، دي محتاجه موهبه ولا ممكن تتطور؟ يعني اصل انا اللي اعرف تغيير الاتجاهات دي بتبقى تدريب كوتش، يعني فيتنس فيزيكال. بتتطور طبعا مع الوقت، بس هي محتاجه ان انت يبقى عينك اصلا قادره تترجم ان في تغيرات كتير قوي. عشان اللعبه تغيراتها مش ثابته. نعم. يعني انت هنا بتتكلم عن ناحيه ذهنيه، وهو الكوردينيت والتفاهم ما بينك وما بين زميلك، لان هي لعبه زوجيه مش فردي، اثنين ضد اثنين في الملعب. فانت عايز حد يكون عنده قدره انه يقدر يكومونيكيت مع الناس الثانيه، فدي مقومات بيرسونالي ومينتاليتي، وعايز مقومات بدنيه ان انت تبقى عندك جود رياكشن وجود تشينج دايركشن. وبس الحاجات دي على كل الاعمار، يعني كل الاعمار محتاجين نفس الكلام بنسبة كبيرة، عشان في ريباوند من الإزاز وفي ريباوند من الحديد، فالريباوند مختلف، الريفلكشن مختلف. فأنت محتاج إن أنت تبقى قادر تغير اتجاهاتك بسرعة وتميز إن ده من الإزاز ولا ده من الحديد، فده سنة محتاج إن أنت تبقى قادر. طب الطول يا كابتن، الطول أنسب طول إيه اللي أنت شايفه؟ إن بتوين للأمانة اللعبة دي صعب فيها اللعيبة القصيرة، في إكسبشن مثلا غريبة. صعب جدا فيها اللعيب القصير، بس غريبه يعني السكواش يقول لك اللعيب الطويل هو الازمه. لا، هنا الطويل مطلوب، مش طويل قوي، لا مش 2 متر، يعني مش 2 متر بس القصير قوي هيتعب. في يعني في الاوائل على العالم في لعيب واحد بس القصير، ارجنتيني اسمه شينجوتو، هو ده الوحيد القصير ال 160، بس بقيه اللعيبه كلها في رينج 180 190. فانا بتكلم هو في الرينج ده لا طويل قوي ولا طويل، المتوسط هو اغلب الشعب المصري الطول ده 180 190 بالظبط. طيب خلينا نتكلم عن حاجه ثانيه، وهي البدايه. انت شايف ممكن سن كام يبتديها؟ برضو انت كراجل لعبت اللعبه، يعني 8 سنين 9 سنين 10 سنين، شايف ايه؟ اللعبه ميزتها ان انت ممكن تبتديها من بدري قوي، زي بدري اللي هو كام؟ من اول 5 سنين 6 سنين فعلا، مضرب ما يبقاش تقيل على اللاعب. في مضارب جونيورز واللعبه نفسها زي تاني، يعني في مضارب سينيورز ومضارب جونيورز، مضارب للكبار ومضارب للصغيرين بالظبط حسب الوزن بالظبط، يعني 5 سنين يقدر يمارس بالظبط. برافو.
اللعبه زيها زي التنس زي السكواش، فيها البدايات ان انا هعلم اي هاند كوردينيشن، هعلم ازاي يتعامل مع المضرب، يتعامل مع الكوره، يمسك الكوره، يتحرك كبدايات. التطور بتاع اللعبه هيجي مع الوقت، بس كبدايه زيها زي اي رياضه مضرب. طب الكوره شبيهه اكتر بكره التنس ولا كره السكواش؟ لا كره تنس، هي كره تنس بس اقرب لكره التنس، بس فرق في الضغط، ضغط الهواء. ضغط الهواء. طيب انهي التنس ضغط اعلى ولا لا؟ ضغط التنس اعلى. يعني التانيه فليكسبل شويه، مرنه شويه، بتنزل معاك، حجمها اصغر سنه في دورانها، فباين فرق الضغط. هو طبعا مقصوده عشان تبقى قريبه من السكواش كمان، يعني الريفلكت بتاع الازاز يجيب الريفلكت بتاع السكواش. لا هي اكبر بكتير من كره السكواش، بس قصدي اقول لك ان هي لازم تكون مرنه عشان ترد. ما انت لو كره التنس لعبتها على الازاز مش هترد بنفس الرد. خلي بالك كابتن، انا بتكلم يمكن اكتر في الناحيه الفنيه مع كابتن احمد. طبعا يعني مدرب ولاعب، بس طبعا يعني حضرتك رئيس اتحاد، بنتكلم عن استراتيجيات، بنتكلم عن يعني خطه. طب خلينا نتكلم عن التاهل، نرجع لبطولتنا الاهم والاعظم والحدث الاهم عندنا في الدوله المصريه دلوقتي على مستوى البدل، هو تاهل او تصفيات كاس العالم. الرجال والسيدات بتلعبوا؟ الاثنين في نفس عندنا منتخب رجال ومنتخب سيدات. طيب اللي بتاهل هنا اول وهنا اول؟ نفس عدد، يعني كل دوله جايه بالاثنين رجال وسيدات، ولا في دول جايه برجال بس؟ لحد دلوقتي ما جالناش الفاينل كونفرميشن، بس اللي احنا متوقعينه ان هو يكون نفس عدد الرجال هم عن عدد السيدات. ممكن يبقى اكسبت دوله ولا حاجه مثلا. الدوله ده بس انت يعني بالتقريب كده، يعني يمكن السنغال تبعت ولاد ولا تبعتش السنغال. بالظبط ممكن. بالظبط هو ده اللي احنا شاكين فيه يعني. هو يمكن ما لسه ما جناش الفاينل ليست، بس طبعا اكيد استراليا هيبقى عندها رجال وسيدات، اليابان عندها رجال وسيدات، الامارات عندها رجال وسيدات، تايلاند عندهم رجال وسيدات. طيب الديدلاين للاشتراك او الديدلاين اللي هيتعلن بعد منه الفرق اللي ما ينفعش بعد كده تعتذر امتى؟ لا هو الديدلاين خلاص من ناحيه الدول هو اتبعت، هو لحد دلوقتي هم يعني كل الدول اللي جات لنا دي حاليا فهي بعت كونفرميشن للاتحاد الدولي، ولكن اخر موعد لارسال الاسماء هو يوم 4 اغسطس. 4 اغسطس دي اخر ميعاد، بعد كده خلاص انت مش هتقدر تغير في الاسامي دي او حتى تضيف او تشيل ولا؟ يعني مش هينفع غير بقى، يعني لو انت عندك يعني هيبان بقى مين اللي جايه كفرق رجال وسيدات. والحاجه الثانيه ممكن بس تتغير لو انت معاك تقرير طبي ان احد اللاعبين اتصابوا او عنده اي ظروف يعني يسمح لك ان تدخل لعيب الترنيت بدلا منه. طيب خلينا نتكلم عن المدربين. منظومه الرياضه او منظومه اي لعبه مش بس اي مع اللعيب، يعني طبعا محترمنا اكيد اللاعب يعني لاعب، ولكن انت عندك ثلاث حاجات او اربع حاجات او اربع اليمنتس، اربع عناصر: الملاعب، الانفراستراكشر، البنيه التحتيه، اثنين المدربين، ثلاثه اللعيبه، يعني أربعة المنافسات. خلينا نتكلم عن المدربين والحكام طبعا، بس خلينا نتكلم عن المدربين. المدربين انت بتعمل معاهم ايه؟ هو زي ما حضرتك كده ذكرت، احنا عندنا ثلاث اعمده رئيسيه اللي احنا حاطين عليهم خطتنا في الاتحاد. يمكن احنا ذكرنا اول واحد اللي هو برنامج الناشئين، الثاني اللي هو برنامج المدربين، لان احنا عندنا قناعه ان هو يمكن اللي بيحصل ساعات ان الناس بتعمل انفستمنت جامد جدا في اللاعب، ودي حاجه مهمه، ولكن برضو مع الانفستمنت في اللاعب ده انت عندك فيه ريسك عالي، لان اللاعب دوت ممكن يوصل ممكن ما يوصلش او يبطل. لما انت بتعمل انفستمنت في مدرب مظبوط، معنى كده ان هو بيفتح لك القاعده ان هو بالظبط كده. فاحنا مهتمين جدا، احنا عايزين نكون زي ما احنا كده مع الوقت نقدر نصدر لعيبه لبره، زي ما بنقول نقدر برضو ان احنا نصدر مدربين ويكون عندنا صناعه مدربين في مصر. فحاليا بنعمل برامج مدربين مع الاتحاد الدولي، وحاليا برضو من ضمن الحاجات يمكن اللي اقولها غريبه شويه، يمكن الناس ما يعني تبقى صعبه عليهم شويه ان هم او تبقى غريبه بالنسبه للرياضه، مش عايز اقول صعبه تبقى غريبه، ان احنا حاليا بنتعاقد مع احد الجامعات اللي في اسبانيا لان احنا نقدر نعمل زي نوع من السبونسر شيب كده لمدربين ياخدوا ماجستير في رياضه البادل مع الوقت لما يوصلوا مرحله معينه. اكاديميك يعني شغل اكاديمي وشغل عملي. بالظبط، يعني يمكن الناس تستغرب كلمه ماجستير في رياضه البادل، لا هو في حاليا ماجستير في رياضه البادل، احنا عايزين ان احنا يكون عندنا كل سنه يبقى في زي كده نوع من التاهيل للمدربين، بحيث ان افضل 3 او 4 مدربين اللي استمروا يبقى الاتحاد بيعمل لهم سبونسر شيب. البرنامج اللي حضرتك قلت عليه بتاع المدربين هو قائم حالي ولا لسه هتعملوه؟ لا احنا عملنا اول كورس مدربين، يمكن احنا الدوله الوحيده اللي على مستوى الشرق الاوسط وافريقيا اللي عندنا 14 مدرب مؤهل من الاتحاد الدولي. ممتاز. يعني طب اهلتهم ازاي؟ عن طريق كورس مع الاتحاد الدولي. احنا اما نرجع ستيب باك كل شويه، ان في 14 مدرب بعتهم الاتحاد الدولي خدوا كورس مدته قد ايه؟ الاتحاد الدولي هو اللي بيجي هنا، هو اللي بيجي معاه مدربين وفي جزء نظري بيمتحنوا فيه، عمل كلينك
وده لمجموع 14 مدرب عندك لايسنس. كان في عدد اكبر داخل، ولكن اللي نجحوا منهم 12، وكان في اثنين قبل كده موجودين، فيمكن اللي في حاليا في مصر عندنا 14 مدرب مؤهل من الاتحاد الدولي. طيب دول الخطوه الاولى. الخطوه الثانيه انت عايز تثقلهم بقى بالزبط. عايز تزود، عايز تخلي مدربينك على مستوى ليفل ايه زي ما بيقولوا في كره القدم، او لايسنس ايه في كره القدم بالظبط. حضرتك عامل لهم برنامج ثاني، البرنامج ده بالفعل اكزيست دلوقتي ولا لسه بتعملوا مفاوضات مع الاتحاد الدولي؟ لا، البرنامج الجزء الثاني ان هم لازم الاول يمرنوا عدد ساعات عشان يبقوا مؤهلين ان هم يخشوا على الجزء الثاني، بحيث ان هو الموضوع ما يكونش مجرد نظري، جزء نظري وعملي بالظبط. هو عايز منك انك بعد ما تخلص الليفل 1 تقضي مثلا 200 ساعة او 300 ساعة في الملعب تدريب. بتمرن تمام. عشان بعد كده تقدر تخش على الليفل 2. احنا في مرحلة التدريب دلوقتي بالظبط كده. احنا عندنا اثنين بس مدربين في مصر ليفل 2. الخطوه اللي جايه بقى اللي احنا حاليا زي ما قلت لحضرتك بنعمل بروتوكول مع احد الجامعات، الجامعه الوحيده اللي في العالم اللي عندها بكالوريوس لل قصدي ماجستير لتدريب البادل في 4 تخصصات. فالنهارده ان شاء الله اللي احنا عايزين نعمله معاهم ان احنا نعمل معاهم اتفاقيه بحيث ان احنا نبعت كل سنه عدد من المدربين تاخد ماجستير في موضوع تدريب البادل. طب ده سكولرشيب هيبقى فري، يعني هيبقى بدون اي رسوم، يعني هم بياخدوهم يتبنوهم سكولرشيب؟ لا، سكولرشيب من الاتحاد. من الاتحاد. برافو. بص انا بقى التفاصيل دي تهمني. سكولر شيب منهم ولا منا؟ سكولر شيب من حضرتك، وده فكر 100 100. 100 100 ان انت بتطلع اولادك كمدربين ياخدوا الجديد من اكبر دوله متقدمه في اللعبه دي. برافو، دي حته كويسه. طيب ونجحنا، راحوا ورحنا اسبانيا، كلمت مع الجامعه وقعدت معاهم ولا حتى الان ده مشروع؟ لا، هو احنا تواصلنا معاهم مبدئيا، وفي طبعا تقارب افكار، ولكن طبعا لسه البروتوكول لازم يتوقع، ولكن يعني هو الموضوع ماشي، يمكن ان شاء الله في اخر السنه نقدر نعلن عنه باذن الله. نعم، خليني اقول لك برافو، يعني انتوا بصراحه ماشيين كويس جدا. شكرا. وماشيين وعارفين انتوا عايزين توصلوا لايه، وبيعجبني لما بامانه انا يعني كلامك بصراحه بيعجبني لما رئيس الاتحاد يبقى شاب. انا اسف والله انا ما بلحقش لحد، بس الشباب بيبقى عنده طموح وعنده ويلنج انه يعمل حاجه كويسه. خلينا نطلع زي المشاهدين لفاصل ونرجع بعد الفاصل، عندنا كلام كتير عن البدل صدقوني مهم جدا تسمعوه، ويمكن احنا الحمد لله انفراد اول برنامج يتكلم ديبلي عن البدل بالشكل ده، عندنا كلام كتير بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد، وبنكمل كلامنا عن البدل، بدل تنس، واحد الالعاب اللي بتنتشر انتشار كبير جدا جوه مصر. وطبعا بندعو الساده المشاهدين وكل المهتمين حتى اعضاء الجمعيه العموميه في النادي الاهلي لممارسه هذه اللعبه، لانها تنتشر ولعبه شيقه جدا. يمكن يجينا كابتن احمد يعني على المستوى الدولي، يعني منافستنا انت كلاعب شايف احنا فين؟ يعني مجرد انت طبعا متابع الدول العظمى في اللعبه، انت شايفنا فين بالنسبه لاسيا وافريقيا على الاقل اللي احنا بنصفي معاهم؟ والله احنا نعتبر من احسن الفرق اللي في التصفيات، ونتمنى يعني احنا هتبقى المنافسة ان شاء الله بإذن الله قوية بيننا وبين الامارات وبين اليابان. فعلا ثلاث دول، دول الثلاث دول اللي ان شاء الله واحد منهم يوصل، نتمنى ان احنا ان شاء الله نوصل. طب هم اقدم منا، هم بادئين قبلنا؟ الامارات وبادية متأسس الاتحاد بتاعها قبلنا، واليابان نفس القصة. مش بكتير بتاعها. مش بكتير بس احنا سبقنا بخطوه، يمكن سبقنا بخطوه، بس احنا الفتره اللي فاتت بالتدريب احنا بقى لنا 3 شهور بنتمرن معانا مدرب. تبين حتى الشمس عليك على فكره. معانا مدرب ارجنتيني، راجل شغال معانا كلنا بحماس جدا، بحماس جدا، وابتدينا نكون فرق ماسكه نفسها ان احنا ان شاء الله باذن الله نتاهل باذن الله. طب كابتن احمد خلينا نعرض للساده المشاهدين كده رالي ماتش يعني من البدل، تشوفوه وتشوفوا قد ايه اللعبه دي شيقه، يعني كلنا هنعمل كلنا هناك ان شاء الله قاعد. يمكن بتهيألي يا كابتن احمد انت اكتر واحد سعيد ترئيس الاتحاد دلوقتي ان اللعبه بدات تتعرف كده وتتشاف، لان دي يعني احد يعني زي ما بيقولوا احد اهدافك. طبعا اكيد. لا طبعا، يعني هو الواحد بيسعد ان هو لما بيحس ان هو بيشتغل على حاجه بقلبه وبحماسه، ان هو بيحس ان الدنيا بتكبر. بس برضه انا عايز اقول ان هو دايما الكريدت مش بس يعني للاتحاد، لا هي منظومه متكامله، كل الناس الشركات اللي في الاول خدت الريسك انها تفتح رياضه جديده. يمكن دايما الواحد بيحب ينسب النجاح للناس او الكريدت الناس اللي تستاهله، في ناس كتيره جدا اشتغلت عشان خاطر اللعبه دي تكبر وتنتشر. طب كابتن يعني نقول مثلا كده لو رئيس نادي بيتفرج علينا ويعني عضو مجلس اداره، تكلفه الملعب يعني تكلفه الملعب بادجت بتاعتها قد ايه؟ طبعا بعد الاسعار ما زادت شويه كده نشوف ايه تكلفه الملعب، يعني لو نادي بيفكر ينشئ ملعب عنه يعمل بادجت قد ايه؟
يعني هو بس الملعب حاليا اظن ممكن يتكلف بخرسانته بكل حاجه ممكن يتكلف 450 500 حسب الملاعب يعني. رقم مش كبير. لا رقم مش كبير. والميزه ان انا اقول لحضرتك حاجه ثانيه برضو، يمكن النهارده النوادي اصبحت عليها ضغط جامد جدا مادي. نعم. لان القاعده بتزيد وعدد الناس بتزيد وعدد الناشئين بيزيدوا والرياضه اصبحت اكثر تنافسيه، فمحتاجين نقدم خدمه افضل للناشئين عشان يطلعوا. يمكن رياضه البادل من ضمن الرياضات اللي هي بتحقق عائد مادي كويس جدا للانديه. دي رقم واحد. رقم اثنين هيعمل لك ريليف لعدد، يعني بدل ما كل الناس تروح الكاراتيه والسباحه بالظبط عدد منهم هيروح للبادل. صح. يعني هي دي حاجه طبعا من ناحيه النشاط ان هو بتضيف. احنا كده ولا كده دايما بقول الناس لما بتسالني هو البادل مقارنه ببقيه الرياضات المضرب بقول لهم يا جماعه انا شايف ان في مجال، احنا بنكتر، احنا لازم نعرف ان احنا النهارده كناشئين بالظبط كده، فاحنا محتاجين ندي اولادنا وناشئيننا. ما ينفعش يجي عند سن 9 او 10 اقول له ايه ده انت ما تنفعش في الرياضه دي، انا عايزه يستمر في الرياضه. فدي بتفتح ابواب. وبتاخد كمان حضرتك خلي بالك ان هي بتاخد ان الانديه عندها مشكلتين، مشكله مساحه ومشكله مد. هي بتاخد فوت برينت صغير جدا. قد ايه مثلا ابعاد الملعب؟ الملعب 20 في 10 يعني بتتكلم في 200 متر مربع بالظبط كده. فبتاخد ملعب حته صغيره جدا وبتعمل لك دخل. فهو برضو من ناحيه يعني بغض النظر ان انا فاينانشال بالظبط كده رياضيا بكسب من ناحيه نشاط بكسب. فهو من ناحيه يعني هي بتحقق اغراض النادي اللي هو طبيعي ان النادي غير هدف للربح، ولكن بتحقق ان هي بتحط نشاط جديد للنادي وللاعضاء وللناشئين، ولكن ليها ميزه اضافيه انها في نفس الوقت بتبقى مربحه للنادي. تمام. طب كابتن معدل حضرتك طبعا كاتحاد انت اوفر فيو هليكوبتر فيو شايف الدنيا في مصر عامله ازاي؟ انت عندك معدل كم ملعب بتنشئه في السنه؟ بص انا اقول لحضرتك احصائيه بسيطه جدا يعني يمكن دايما انا بقولها عشان الناس تعرف قد ايه اللعبه دي بتنتشر. احنا اللعبه دي يمكن اول ملعب اتحط 2014. احنا 8 سنين. تمام. احنا من 2014 كان فين؟ لا حضرتك قلت لي بقى بلاش نذكر اسماء. لا لا اكاديميات او حاجه. لا هو كان في مكان في سوان ليك. سوان ليك. ماشي. كومباوند. تمام. فهو النهارده من 2014 لحد يونيو 2021 كان عندنا تقريبا 60 ملعب. 60 ملعب على 8 سنين تقريبا يعني. يعني بنتكلم اولموست بتعمل لك حوالي 5 ملاعب في السنه او 6 ملاعب. قول 7 ملاعب. 7 ملاعب. انا بقى جاي لحضرتك دلوقتي اهو. من يونيو من يونيو اللي فات لحد النهارده احنا داخلين على 300 ملعب. الله اكبر. يعني 240 ملعب في سنه. 240 و60 ملعب في 7 سنين. انا بس هو دوت ده حاجه تسعدني جدا. لا ده مجرد انديكيشن ان هو دايما الدنيا راح. احنا دايما بنسميها ودي يمكن احنا حاجه. طب الارقام دي شافها الاتحاد الدولي؟ انا اسف ما خلي بالك ده الاحصائيات اللي بتاخدها دي لما بتروح الاتحاد الدولي بتاخد دعم يعني اوتوماتيك. انا راجل جاي لكم ب 300 ملعب. بس ما هو ده من ضمن الاسباب ان هم النهارده يعني حته ان احنا نبقى رابع اكثر دوله في العالم فيها بطولات دوليه. الموضوع ما كانش سهل، ده في مفاوضات كتير. بس احنا دايما بنسميها يمكن في البادل دي يمكن حاجه منتشره على مستوى العالم، شفناها في بقيه الدول لما بنتكلم عنها في الجمعيه العموميه اللي احنا بنسميها التيبنج بوينت. في الناس بتقعد تبني لحد ما توصل لعدد معين، من بعد العدد ده الدنيا بتفتح بطريقه الكيرف بيروح. يعني هو دايما الناس بتقول بنتكلم بالظبط كده. في مصر الرقم السحري عندنا هو الاكسلريت بدانا من 60 بالظبط. يعني الرقم السحري كان عندنا يمكن 50 ملعب، ومن ساعتها بقينا بنشوف يمكن ابو حضرتك 300 النهارده، يمكن بكره يبقى ايه الرقم. فهو الموضوع يعني بيزيد بطريقه الحمد لله كويسه. اهنيكم بصراحه، اهنيكم. احصائيات وارقام هتوقفكم قدام الاتحاد الدولي وانتوا رافعين راسكم. بس خلينا نروح للحكام قبل ما حلقتنا تخلص. هل انت مجهز حاجه للحكام؟ طبعا الحكام يمكن يعني احنا النهارده بقى عندنا 3 او 4 حكام بيشتغلوا معانا في البطولات الدوليه. يمكن الحكام دورهم مهم جدا، ولكن تجهيزهم اصعب شويه طبعا، لان الحكم بيبقى فيه عنصر مهم جدا اللي هو عنصر الخبره. صحيح. والمدرب عنده مساحه خطا يعوضها. المدرب الخطا في بطوله بالظبط محدش بيصبر عليه في الخطا بالظبط كده. ولكن برضو زي ما هم يعني جزء مهم جدا في المنظومة بتاعتنا. وطبعا إن شاء الله برضو بنجهز حاليا لأول دورة تحكيمية مع الاتحاد الدولي عشان يبقى عندنا حكام. بنحاول إن احنا يكون عندنا حكام على مستوى عالي جدا، عشان أنا دايما بحس إن احنا محتاجين إن احنا عشان الرياضة تنجح يبقى كل حاجة داخل الرياضة اللي هو مجموعة الستيك هولدرز كلهم ناجحين. طبعا. وطبعا من ضمنهم عنصر كلهم جنب بعض ناجحين بتبقى المنظومه في الاخر ناجحه. كابتن طب في نهايه حلقتنا كلمه اخيره، كلمه امنيه في 30 ثانيه. لا هو يعني احنا هدفنا في الاول وفي الاخر في رياضه البادل احنا بندعو كل الناس اللي في مصر وخصوصا اولياء الامور
رسالتنا ان رياضه البادل يمكن الناس اللي شافتها هي بتمارسها بصوره على هوايه اكتر من احترافيه. احنا المطلوب نقول لهم لا، احنا كل دوت بنعمله عشان ناشئيننا وعشان ولادنا، واحنا هدفنا ان احنا نعمل اجيال ابطال من البادل، هدفنا ان احنا نوفر لهم كل حاجه. فان شاء الله باذن الله ان احنا ربنا يوفقنا ونقدر نوصل لخطتنا في خلال الدوره بتاعتنا ان شاء الله. قادرين يا كابتن احمد نظير كابتن منتخب مصر، كلمه اخيره وامنيه اخيره في اخر 30 سنه. امنيه اخيره اتمنى من الجمهور المصري انه يوم 31/8 يجي ازرنا في تصفيات كاس العالم ان شاء الله، ونتمنى ان احنا نوصل عشان هننقل اللعبه في حته تانية لو وصلنا كاس العالم ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله هننتظركم بعد التاهل ونحتفل هنا ان شاء الله بيكم اللي انتوا قدها باذن الله. كابتن احمد نظير كابتن منتخب مصر البدل، بشكرك نورتيني وشرفتيني في قناتي. شكرا جدا كابتن. كابتن احمد الغتواري رئيس الاتحاد، بشكرك وبهنيك وبشكرك على وجودك معنا المره الثانيه في قناه النادي الاهلي. انا اللي بشكركم جدا على الاستضافه الجميله دي. اعزائي المشاهدين، دي كان حلقتنا عن البدل، وزي ما وعدناكم بنجيب لكم كل ما هو جديد. البدل ما بقاش جديد على فكره، بس يمكن جديد على الميديا والاعلام، وده دورنا ان شاء الله. ان شاء الله المنتخب يتاهل كاس العالم رجال وسيدات، ونحتفل ان شاء الله في شهر القادم بتاهلهم، لان مصر تقدر بولادها وسواعد رجالها. بشكركم شكرا جزيلا، وهي حلقه جديده من الابطال.